طيب قال ما رايك في الجماعات التبشيريه ولا شنو؟ يامرون الناس بالخروج في سبيل الله 3 ايام، ده جماعه البلاغ. الخروج يقول لك في سبيل الله، التبليغ. بتلقاهم ديل جايين فيهم لابسين لك عمم، عمم عندها نايتين بيجاك، عزبتين. كويس شايلين البقج بتاعتهم. شنطه وشايل له ما تعرف عفش كثير وشايل لك كيس فيه خضره وبتاع وعجور. يجي يفرش في الجامع، تلقاهم متكلين في الجامع. فرش وعلقوا السراويل فوق ورقدوا جاب ناموسيه خدتها، تلقى الحلبه هناك مولعينها وكمشه وبتاع. متكلين في الجامع. ديل مجارمه بس. لو جاء في جامعكم نطردهم بالكمش بتاعتهم، طقعوا بالكمشه في راسهم وامرقهم برا. ما يقعدوا في الجامع. لانه ديل عباره اول حاجه عن صوفيه، نمره واحد. اثنين عندهم شعوذه. يقول لك واحد بيقعد في نص الجامع وديلك بيمرقوا بلفوا بالحله. ده بسموه دينامو قال. دينامو، يا ده احنا في المنطقه الصناعيه دينامو بتاع شنو؟ دينامو قال قاعد في نص الجامع. ده بسبح قال بيحمي الجماعه اللي قاعدين ديل كلهم، ما بيجيهم اي حاجه. بالله انت مستهبل ولا شنو؟ يقول لك مارقين 3 يوم، 3 يوم ليه؟ 4 يوم ماله؟ ولا قال لك امرك 3 يوم منو ذاته؟ ولا الرسول مرق 3 يوم؟ ومارك تسوي شنو انت؟ يقول لك راح نجدد الايمان، قال والايمان بيتجدد بالحوامه، قال تمشي بكرعيك، ما بيركبوا. والله يودوك معاهم يدقوك الدار لما روحك تمرق، يا ناس اركبوا ركشه، لا 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 يقول لك الصحابه كانوا يمشوا بارجلهم، الصحابه كان عندهم ركشات؟ لو عندهم ركشات ما كان ركبوها. ورررر بكرعينهم يجيبك من دنقله. يا ناس ده شنو ده؟ انت عارف الايمان اللي عندك بيمرق، خليه يزيد ايمانك. اللي عندك ذاته بيمرق. لانه في النهايه جوع وعطش وبشتنه ومعاده عغايز صوفيه زي العبادات بتاعت بدع كلها وضلالات. ما تمرق معاهم. اصلا ما تمرق معاهم. يقول لك اخرج معانا خروج في سبيل الله. طيب تقول الخروج ده دين ولا فسحه؟ فسحه ساي ولا دين؟ يقول لك دين طبعا، دين جيب دليل. ما في دين ساي، تقال في دين ساي كده ده؟ تقول له راح اخرج؟ لا لا راح ندخل. ودين ساي انت قاله؟ جيب دليل قول له، خروج 3 يوم منو الدليل؟ ما في دليل. بعدين انت جاهل، يمرقوك جاهل انت. يلقوك قاعد ماسك لك سياره جنب الهناية برا. كويس؟ يقول لك لابد تخرج معانا في سبيل الله. انا اخرج وين؟ داعيه في سبيل الله. بس جارتي دي؟ يقول لك لا لا، تتوب منها تخليها. اها جدعتها. ادعو الناس اقول لهم شنو؟ يوقفوك في الجامع. والله مره واحد قاعد يبكي وقفوك بعاين في الناس. الناس راجعين ينضوا معاي خدت ايده في راسه قاعد يبكي، ما عنده معلومه. يقول للناس شنو ذاته؟ ناس جهله، هم جهال، وطلعوا ناس جهال ويمشوا لهم مجتمع جاهل. ده اللي حيدعوا لشنو؟ بعدين يقول لك اتوكل على الله امرك معانا. يقول لهم يا ناس انا متزوج عندي اولاد هذول 3 واحدين في المدرسة واحدين شنو؟ يقول لك لا توكل على الله. يا ناس التوكل ده معاه الأسباب ما ساي. يعني أنا أتوكل على الله وأجر ملايتي أرقد أولادي ياكلوا شنو؟ يقول لك بس أتوكل على الله وأمرق معانا. ده ما توكل، ده تواكل. فهمت كلامي؟ في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيسألك عن أولادك ديل أو عن أهلك أو عن دراستك. واحد بيحكي لي قبل فترة قال عنده اخوه شقيقه بيقرا في كلية الطب لعل جامعة الخرطوم. جا الجماعة دقوا فيه وقالوا بيقول اطلع معانا. مشى معاهم في الخلف بتاع دنقله داك، داقينه بكرعي ساي ماشي. بالعطش الزول مات في الشارع. كاتب لاهله وصية في قميصه. الواد ده بيحكي لي قال لي امي لي الليلة دي كرهاتها في الدنيا حيث مدين. كره الدين ده كله صح وغلط. السبب شنو؟ لانه ده ما دين. ده ما دين. زول قرايتك في الجامعه دي بير لوالدينك. تفوت تطفش تخلي الجامعه تمر لك مع جماعه طاله سامع عندهم موضوع فهمت يلفوا بيك ويقتلوك في الشارع. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.